اوكي طلاب، راح نبلش شرح محاضرات ماده الممبرين اند ريسبتر. السيشن الثاني، الليكتشر الاول وصلنا له، اللي هو عنوان السيشن هذا ككل هو الممبرين بيرمابيليتي، يعني النضوحيه مالت من؟ النضوحيه مال الغشاء. احنا نعرف شنو معنى كلمه نضوحيه، يعني هو انه الغشاء يسمح انه بعض المواد تمر وبعضها ما يسمح بمرورها، فهو هذا اللي راح ندرسه هنا. زين، احنا الموضوع مال المحاضرة الاولى حصرا هو ايش راح يكون؟ راح يكون رول، يعني رول هاي الكلمة يعني دور of membranes، دور الاغشية as permeability barriers، يعني كحواجز شنو؟ حواجز ذات نفاذية. زين، انه هذا الغشاء الدور مالته انه شلون ينفذ المواد، راح تكون اكو طرق للحركة باسمائها، طرق حركة المواد، طرق حركة المواد كل واحدة باسمها راح ناخذها وندرسها. احنا مثلا المعلومات اللي عندنا كمراجعة بسيطة لهم من المرحلة الاولى للشغلات اللي اخذناها موجودة بالمحاضرة. هنا احنا ما راح نشرحها المحاضرة لان تفاصيلها قليلة، وهسه راح اوضح لكم ليش تفاصيلها قليلة، بس هاي القضية اللي هنا موجودة كتمهيد كفكرة اساسية كمراجعة للمواد اللي تمر من خلال الغشاء موجودة هنا وموجودة بالورك. انه هيدروفوبيك مولكيولز، مواد هي هيدروفوبيك يعني مواد نافرة للماء، هذول كان باس ثرو ممبرين، يعني أي مادة نافرة للماء أي أنه هي محبة للدهون تمر من خلال الغشاء. يعني أنا مثلا عندي دهن معين موجود بالسائل اللي هو خارج الخلايا يعبر الغشاء بسهولة ويدخل جوا يتوغل. زين، فهذا يقدر يمر من خلال شنو؟ من خلال الغشاء. هذا 100% بغض النظر عن حجمه، سواء كبير صغير هو هايدروفوبك، ما طول هو هايدروفوبك خلاص حيمر. زين، عندنا ايضا بالنسبة للمواد الاخرى اذا هي مو هايدروفوبك، زين، المواد الصغيرة السمول اللي هي كانت سواء انشارجد او سواء كانت بولر مشحونة او غير مشحونة، هذول هم يمرون من الغشاء لان صغار بالحجم. يعني راح تقول لي صحيح انت قلت الجزيئات اللي محبه للدهون كبيرها وصغيرها يمر، هذول الهايدروفوبيك مولكيولز سواء كانوا كبار او كانوا صغار 100% انا عندي معلومه انه هذول راح يمرون من خلال الغشاء. زين، باقي المواد لا، هذه تبعا لحجمها، الصغير يمر والكبير اللي هو لارج هذا كان نوت باس ممبرين. زين، والايونات راح يسأل طالب على الايونات، يعني اللي هو موجب او سالب. طبعا الايون ما راح يمر من خلال الغشاء لان اصلا غشاء الخليه شحنته سالبه، فاذا اجى ايون موجب راح يلتصق به وما راح يمر، والشحنه السالبه ناقشناها بالمحاضره السابقه. زين، الايونز كان نوت باس ثرو ممبرين، تمام لو مو تمام، انه الايونات ما تقدر تمر من خلال الممبرين، بس على مود قضيه انه الغشاء شحنته سالبه. خاف طالب ما متابعني من اول محاضره، احنا رسمنا هذا الرسم. زين، زين، هنا كان انه عندنا فاتي اسيد بالتيل بالذيل، هذول الشكل اللي مثل الذيل، جزئين اللي طالعين من كل جزيئه فوسفيت، هاي اللي بالاحمر جزيئه فوسفيت هم فاتي اسيد. جزيئه الفوسفيت هي سالبه، هذا سالب وهذا سالب وهذا سالب، يعني الغشاء ككل سالب، فاجى ايون، الايون راح يلتصق بالغشاء، تمام؟ فهسه توضحت الفكره كون. يلا هسه تخلون على بالكم، اي جزيء هايدروفوبك بغض النظر عن حجمه سواء كان سمول او لارج، انتبه، الهايدروفوبك بغض النظر عن حجمه حيمر. السمول الجزيئات اللي هي غير الهايدروفوبك سواء كانت يعني هايدروفوبك او غيرها، المهم سمول، هسه راح تمر السمول. زين، اللارج اذا جزيء لارج يعني المولكيول كان لارج، لا هذا كان نوت باس ذا ممبرين. زين، هسه احنا راح ندرس انواع الحركه. انواع الحركه اللي راح تكون من خلال الغشاء تعتمد على شغلتين، يا هي يعني الحركه اللي راح تكون من خلال الغشاء يا اما تكون من التركيز العالي للواطئ. كنكم تذكرتوا شيء بالسادس من العالي للواطئ، راجعوا معلوماتكم بين ما اكتب.
من العالي للواطئ هذا لا يحتاج إلى طاقة. يعني هاي العملية اللي هي تكون من العالي للواطئ لا يحتاج طاقة، الجزيئات اللي تمر من العالي للواطئ ما تحتاج طاقة. هسه راح أقول لكم ليش، بس انتظروا. ومن الواطئ للعالي تحتاج ATP، تحتاج طاقة أو أي نوع آخر، أو أي نوع آخر من الطاقة. أنا أكتب بالعربي حتى يستفاد الكل، لأن أكو طلاب شوية ضعيفة بالإنجليزي، وإلا أنا ترى أقدر كل إنجليزي، بس إحنا حتى توصل لنا الفكرة، وبعدين إحنا أولا وأخيرا هاي لغتنا، يعني راح نفهم عليها أكثر من فهمنا للغة الإنجليزية، وسوالفنا العامية أوضح يعني أقرب لعقولنا دائما تكون زين. هسه أنا عندي ماخذين إحنا بالصف السادس الإعدادي الانتشار، أيوة الانتشار تذكرناه. الانتشار شنا نقول؟ حركة الجزيئات من وسط عالي الوسط واطئ خلال وسط معين، من مناطق التركيز العالي لمناطق التركيز الواطئ، وهو هذا نفسه. شفت شلون؟ يعني أنا تعريف الانتشار اللي هو نفسه كنا نعرفه بالسادس، نفسه أنا هسه أقدر أسويه هنا للديفيوجن. الديفيوجن هو نوع من أنواع الباسف ترانسبورت. شوف أنا من أقول هذا انتشار، يعني من أجي أعرفه راح أقول بالإنجليزي it is the transport of molecules through a media، خلال وسط أو through specific media، خلال وسط معين عديابة نفس السادس. From the areas of high concentration، من مناطق التركيز العالي، to the areas of low concentration، إلى مناطق التركيز الواطئ. نفس الحكي اللي كنا نحكيه بالسادس تقدر أنت تسوي تعريف للانتشار بس بالإنجليزي. سهلة لو مو سهلة؟ كلش سهلة القضية، وما بها أنه الانتشار راح يحكي عن حركة الجزيئات. جزيئات مو مي، جزيئات يعني جزيء، فتشي جزيء زين. هنا أنا من أجي سولف على الانتشار صنفه ضمن الباسف ترانسبورت، آسف، صنفه ضمن من؟ صنفه ضمن الباسف ترانسبورت. ليش هو شنو أكو أصناف من الانتقال؟ ها هنا احنا عندنا اصناف النقل هم صنفين. النقل من خلال الاغشية هو يا اما يكون اكتف ترانسبورت، زين، اكتف ترانسبورت، او يكون شنو، او يكون نقطة رقم اثنين باسف، شنو باسف ترانسبورت. شكليا الاكتف هذا هو اللي يحتاج طاقة، والباسف هذا هو اللي ما يحتاج طاقة. يعني الديفيوجن هسه عندنا بشكل عام ما راح نتطرق نهائيا للاي تي بي لانه ما يحتاج طاقة. اتمنى تكون الفكرة واضحة ترى، يعني حاول تركز وياي، ركز وياي زين. شو يقول هسه هنا؟ نون بولر مولكيولز، الجزيئات اللي هي نون بولر يعني اللي هي غير مستقطبة، زين، ار ايبل تو انتر اند ذيرفور ديفيوز اكروس هايدروفوبيك دومين اوف ليبيد بايلاير. يعني الجزيئات اللي هي نون بولر اللي هي غير مستقطبة راح ممكن انه تمر خلال الغشاء وخلال المجال اللي هو هايدروفوبيك، هايدروفوبيك دومين يعني مجال نافق للماء، ثرو هايدروفوبيك، شنو؟ هايدروفوبيك دومين اوف ليبيد باي لاير، زين. The rate of passive transport، وهنا مهمة كلش، the rate of passive transport increases يعني يزيد linearly with increasing concentration gradient. شو يريد يوصل لنا فكرة هنا؟ انه العلاقة بين الباسيف ترانسبورت والكونسنتريشن يعني التركيز، كل ما زاد التركيز راح يكون اكو باسيف ترانسبورت اكثر. وضحت؟ يعني احنا الباسيف ترانسبورت اللي هو سمبل ديفيوجن نفسه، هاي هنا ما كاتب سمبل بس عادي خاف يبدل لكم بالتسميات، انا عندي باسيف ترانسبورت، كل ما كان، ركز، كل ما كان تركيز المواد اللي هي موجودة اعلى راح يكون اكو شنو؟ راح يكون اكو انتقال اكثر. هاي العلاقة هنا شنو؟ العلاقة هنا طاردية، زين؟ نجي. إذا كانت الحركة تخص جزيئات الماء راح يسموها أوزموسيس، أوزموسيس، هاي بس للماء. خوش؟ زين. هسا راح نجي على الماء ونطبق عليه فكرة شنو؟ فكرة إنه عندنا خزانياً، عندنا شنو؟ عندنا خزانياً، وهذول الخزانياً بينهم شنو؟ بينهم حاجز، تمام؟ أكيد كلكم سامعين هذا المثال من أساتذتكم بالإعدادية كلكم، زين. هذا واحد من عدهم بي مي، تمام، واحد من عدهم شنو؟ بي مي. أجيت أنا، إيش سويت؟ أجيت أنا فتحت الحاجز بين الخزانين.
راح يصير؟ اللي راح يصير انه المي اللي موجود بالخزان الاول اللي هو تركيزه عالي راح يروح للخزان الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو تركيزه واطي. زين، من اني اجيب مي اضافي اخليه هنا، راح حتما راح يصير اكو انتقال اكثر هنا، مو صحيح؟ اذا اني كل ما زيدت التركيز هنا راح يزيد الانتقال هنا. اذا هي العلاقه بين التركيز والانتقال شنو؟ علاقه طرديه، مو تمام؟ اذا هنا أنا الفكره وصلت، يعني انه الباسيف ترانسبورت راح يزيد انكريز لاينرلي لما شي يصير، لما يصير اكو انكريزنج بالكونسنتريشن جراديانت. زين، هاي خلصنا من عندها، انه احنا باسيف ترانسبورت خصصنا للجزيئات العاديه والاوزموسيس خصصنا للماء. يصير اقول على الماء باسيف ترانسبورت، هو مو ما يصير، يصير بس الاصح للماء انه يختص بهذه التسميه. زين، احنا عندنا شيء اسمه بيرميبيليتي كوفيشنت، هذا ما مذكور بلزمتنا احنا جامعه واسط، ما مذكور، ما اعرف اذا عد غير جامعات هسه مذكور، بس هو موجود هذا بالورك بوك. شنو هو البيرميبيليتي كوفيشنت؟ كوفيشنت يعني معامل، بيرميبيليتي نضوحيه، معامل النضوحيه. هو شنو معامل النضوحيه؟ يقول معامل النضوحيه لمعظم الايونات والهايدروفيليك مولكيولز والجزيئات اللي هي محبه للماء الليبيد باي لاير في الغشاء ثنائي الطبقه يكون ناقص كلش. وهاي يعني مقداره ما اتصور حفظ، بس انه انت تعرف لي انه المعامل مال النضوحيه اللي راح يكون بالجزيئات اللي هي شنو؟ اللي هي محبه للماء، والايونات راح يكون ناقصي. ليش؟ لان انا قلت لك قبل شويه النافر للماء يمر بس المحب للماء ما يمر. يعني معامل النضوحية، يعني معامل النضوحية هو شنو؟ هي قابلية المادة انه تمر من الغشاء. فمن اني اقول مثلا معامل نضوحية الايونات قليل، يعني قابليتها انه تمر من الغشاء راح تكون قليلة. ومن اقول اني معامل نضوحية الهيدروفيليك موليكيولز قليلة، يعني معامل نضوحية المواد اللي هي محبة للماء راح تكون قليلة، يعني انه قابليتها حتى تمر من الغشاء راح تكون قليلة. زين، هنا شي يقول الممبرين are relatively permeable، يعني انه هذا الممبرين الغشاء الى نضوحية water للماء. طبعا هو طبيعي، يعني انه هسا احنا المعامل مال النضوحية انه انا اقول الماء عادة ما يمر بسهولة خلال الغشاء، فراح الwater will diffuse passively across شنو؟ across lipid bilayer up the concentration gradient of solute the osmotic gradient. يعني هسه انا شنو حكيت؟ ايش قصدي بهذا الشيء؟ قصدي انه المي يمر من خلال الاغشيه بسهوله اكبر، وكل ما زاد تركيز المي راح يزيد مروره، يعني راح يكون انا عندي هنا شنو؟ راح يكون انا عندي osmotic gradient، يعني تركيز خاص بالماء، كل شيء osmotic يعني هو كل شيء يخص المي. زين، شو يقول؟ ان سم في بعض السيلز، في بعض الخلايا، هنا أنا راح ينطي امثله. يقول بعض الخلايا مثل الكيدني بروكسيمال تيوبيول، يعني الكيدني بروكسيمال تيوبيول يعني شنو؟ اكو تيوبيولز بالكيدني، هذني بحاله العطش راح يشتغلن. الموفمنت مال الووتر مي بي فاسيليتد باي سبيسيفيك ووتر شانلز، من خلال ووتر شانلز، من خلال قنوات مال ماء معينه راح يحسنون مرور الماء الى نبيبات الكليه هذني، اللي هم ووتر شانلز اسمهم طبعا، او اكوا بورينز. اكوا هاي معناها ماء، بورينز معناها بروتين، يعني هاي بروتين يسمح بمرور الماء. شنو معنى هذا الكلام؟ خليني اوضحه، بس انا قلت قبل شويه بحاله العطش وما وضحته، خلي اوضحها. احنا عندنا هسه بشكل عام، وانتم سامعينها هاي العام بالميتابوليزم 100%، قلنا يا باكو بالكليه، الكليه انه اني لما اكون عطشان وما جاي اشرب مي، تمام؟ عطشان وما جاي اشرب مي، الكليه شنو؟ راح تاخذ من السائل الداخلي اللي موجود بالجسم وتسحبه للداخل. زين، يعني هسه انا ما شلون اقول انه المصدر اللي يعني تحصل به الكليه مي هو منو؟ هو السائل الخارجي، المي اللي انا اشربه بحياتي اليوميه. لكن انا عطشان ما جاي اشرب مي، بحاله صيام مثلا، صايم برمضان مثلا خلينا نقول. زين، فبهاي الحاله الكليه منو مصدرها للمي هنا؟ منين تجيب مي؟ قالت الكلية اكو سائل بالجسم راح اخذ من عنده. زين، شلون تخلي هذا السائل يمر للتيوبيولز اللي هن بالكلية؟ من خلال الاكوا بورينز والووتر شانل، هم موجودين بالكلية حتى يسحبون المي من الخارج ويجيبوه للكلية. شفت شلون؟
هي عظمة الخالق عز وجل. بالتالي راح يكون أنا عندي، راح يكون عندي الإدرار يعني تركيز عالي، يعني راح يكون لونه يلو. المواد اللي هي يورين باليوريا أو يوريا باليورين من الأصح ما متأكد، بس إنه راح يكون لونه يلو. ليش؟ لأن المي اللي هو موجود بالسائل الداخلي مال الجسم أخذته الكلية حتى ترطب سائر أنحاء الجسم. زين، هاي فس يعني فد معلومة صغيرة عنها الأكوابورين، هاي موجودة نفسها بالغدة الدمعية وموجودة بالغدة اللعابية. شلون؟ إنه هاي من واحد يبكي تسمح لجزيئات الماء إنه تطلع، بالتالي يبين البكاء، يعني إنه كأنما مي ينزل من العيون، الدموع مثل المي صايرات مو تمام. حلو، الموضوع سهل وبسيط ترى، مو صعب، كلش حلو وكلش واضح، وخصوصا اللي يقرأ على الورك بوك. اللي يقرأ على الملزمة راح يشوف إنه أيضا هو الموضوع سهل، وأيضا هي الملزمة شرحها يعني جيد إلى حد كبير، لكن أنا أحب أقرأ على الورك بوك حتى إنه المعلومة تكون كاملة أولا، وثاني شيء إنه يستفادون طلاب من باقي الجامعات. زين، بس بشكل عام ترى الورك بوك أنا أحبه يعني من زمان. الممبرنز از بيرميبيليتي بارير، يعني الأغشية كبيرميبيليتي بارير، كحاجز للنضوحية. The large free energy change، التغير ب أو سوري large يعني كبير، free يعني طاقة، energy change التغير الكبير بالطاقة الحرة، that would be required اللي هو ممكن إنه يكون نحتاجه، for small hydrophilic molecule or ion to traverse the hydrophobic core of of lipid bilayer make the transverse movement of hydrophilic molecules across an intact biological membrane a rare event. يعني شنو هسه احنا ايش نريد نقول؟ يقول انه احنا نحتاج طاقة حرة كبيرة حتى شو نسوي؟ حتى انه كميه صغيره من الجزيئات اللي هي هيدروفيلك محبه للماء او ايونات نخليهم يعبرون، شنو نخليهم يعبرون؟ الليبيد باي لاير. زين، بالتالي ما طول اني احتاج طاقه كبيره حتى احرك جزيئات قليله، هذا راح يخلي هاي العمليه راح يخلي الارتباط بين الهيدروفيلك مولكيول والايونات راح يخلي ارتباط فشي رير ايفنت، يعني فشي حدث نادر. ليش؟ لانني احتاج طاقه كبيره كلش حتى ايش اسوي؟ حتى اخلي جزيئات قليله تجي، اذا حدث نادر راح يكون. زين، المهم الممبرين يعني الغشاء act as a permeability barrier، يعمل كحاجز شنو للنضوحيه، to all charged لكل الجزيئات المشحونة and hydrophilic molecules والجزيئات اللي هي شنو؟ الجزيئات اللي هي محبة للماء. زين، شو يقول هنا أنا هسه؟ يقول the movement الحركة of ions مال الأيونات، زين، and hydrophilic molecules والجزيئات المحبة للماء across a membrane خلال الغشاء is mediated هو منظم and regulated منظم و خلينا نقول منسق، يعني هيك ترتيب للترجمة، by specific membrane transport system بواسطة أنظمة خاصة بالنقل من خلال الأغشية. يقول the transport process have important roles such as، هسه احنا بغض النظر انه the transport process لها أهمية كبيرة في كل مما يأتي، هسه أنا ايش عندي انه المعلومة هاي كلش مهمة، انه الموفمنت مال الأيونز الحركة مال الأيونات والهيدروفيلك موليكيولز والجزيئات اللي هي محبة للماء خلال الغشاء يتم تنظيمها. منو اللي ينظمها؟ خاف يسأل انه منو ينظم هاي الحركة، منو ينظم الحركة خلال الغشاء؟ هذا ترى هيك اسئلة مرات انا اكتبها يجي من عندي، ديروا بالكم، يعرفون طلاب طب الزهراء. باي سبيسيفيك ميمبرين ترانسبورت سيستم هذني أنظمة خاصة بالنقل من خلال غشاء الخلية. باقي الأسئلة مثلا هنا بالصفحات السابقة أنه أو بالبداية مال الموضوع أنه هاي العلاقة كلش مهمة بالأمسكيو مال العلاقة الطردية. زين، بالأمسكيو كلش مهمة عندنا هنا هذول كلش مهمين، الأكوابورينز بالأمسكيو والووتر تشانل، يعني لما يحكي على الكدني بروكسيمال تيوبيول
وكذلك انه يسالنا انه هذا الحدث يعني اللي هو مال النقل من خلال مال الهيدروفيليك موليكيول من خلال البيولوجيكال ميمبرين ليش يعتبر رير ايفنت، راح تقول له الجواب هذا علل ممكن يجي، راح تقول له الجواب لانه هو يحتاج طاقه كبيره لنقل جزيئات صغيره، بس حتى خاف مرات انسى اشر اسئله او شيء ذكروني، بس انا احب اشر الاسئله قدر ما اقدر. زين هنا أنا. هسه شنو اهميه عملية النقل من خلال الأغشية؟ ممكن يجينا هيك سؤال بالامتحان الفاينل، اي عادي. What is the importance او the importance بالأصح of transport process through membrane؟ شنو أهمية الترانسبورت بروسس through membrane؟ أول نقطة هي شنو؟ maintain intracellular pH، تحافظ على pH اللي هو داخل الخلية. زين، والpH هو يقيس درجة الحامضية، معروف هذا الشيء. زين، maintains يعني تصون أو تحافظ على الأيونيك composition، تحافظ على المحتويات الأيونية، لأن إحنا نعرف هو من خلال عملية النقل اللي يصير خلال الغشاء راح شي يكون أنا عندي، راح يكون أنا عندي حركة بالأيونات، ما طولك حركة بالأيونات 100% راح يتم صيانة هاي الحركة بواسطة العملية مال النقل. regulation التنظيم مالت من؟ مال مال السيل فوليوم، تنظيم حجم الخلية. زين، بعد شنو عندنا؟ the concentration التركيز of metabolic fuels مال الجزيئات اللي هي metabolic او الوقود اللي هو ميتابوليك. زين، اند بيلدينج بلوكس وجزيئات بيلدينج بلوكس، و يعني شلون انه اقول لك انه هاي ميتابوليك فيولز الجزيئات اللي هي لها علاقه بالميتابوليزم وتعتبر بمثابه طاقه للميتابوليزم. هنا انا راح اقول 100% انه راح تدخل من خلال الغشاء، فالغشاء راح ينظم هاي العمليه. زين، بعد شنو عندنا؟ الاكستوريشن اوف ويست برودكتس يعني طرح المواد الضاره من الخليه خلال الميتابوليزم يعني مالتها، وايضا التوكسيك سبستانسز همين راح ينطرحون من خلال عمليات النقل. بعد شنو عندنا؟ ذا جينيريشن يعني شنو؟ يعني التوليد مال ايونيك جريدينت مال تركيز ايوني نيسيسري وهو ضروري فور الكتريكال شنو؟ اكسبيليتي اوف نيرف اند شنو؟ اند مسل. يعني هاي اخذناها احنا العام انه من خلال عمليه النقل من خلال الاغشيه كان شنو يتولد عندي؟ كان يتولد عندي جهد الفعل الاكشن بوتنشال اللي هو كان بين النيرف والمسل، وهذا كان له ضروره كبيره بعمليه الحركه اللي هي بحياتنا اليوميه. فاني شلون اتذكرهن هذني؟ اتذكرهن انه اول شيء عندي بي اتش، عندي ايونيك كومبوزيشن. زين، البي اتش هو راح شي يكون هو راح يعني من خلاله الحامضيه وهالامور هاي راح تتعدل بواسطه شنو؟ بواسطه عمليه النقل. الايونيك كومبوزيشن، المحتوى الايوني كذلك، حجم مال الخليه، لان مرات من تدخل للخليه مواد زياده فمعناها انه الخليه هيش تتذكرها انه هي راح تسمن. شلون واحد ياكل هواي يسمن؟ مو صحيح. زين، هنا the concentration التركيز مال المواد اللي هي شنو تعتبر وقود للخلية، يعني مثلا شلون الخلية يحتاج تفول بنزين، ومن خلال عملية النقل راح تدخل مواد تحتاجها، وإذا عدها مواد زايدة هسه مواد احتاجتها دخلتها، مواد ما تريدها راح تطلعها تطرحها مثلا toxic substances. زين، وأيضا بالنسبة للحركة بين العصب والعضل هم تتذكر بيها. ساعدنا الفاسيليتد ديفيوجن. الفاسيليتد ديفيوجن قبل شوية عندنا كان باسيف ديفيوجن أو باسيف ترانسبورت اللي هو بنفس الوقت كان سيمبل ديفيوجن. يعني هسه أنا بس خل أوضح لك الفكرة، أنا عندي باسيف ترانسبورت اللي قبل شوي شرحناه، قبل شوية شنو؟ قبل شوي شرحنا الباسيف ترانسبورت. زين، وعندي همينة هسه شرح ناخذ، عندنا راح ناخذ هسه الفاسيليتد ديفيوجن. زين، هسه انا من اجي اسولف على الفاسيليتد ديفيوجن، شنو فرقه عن الباسيف ترانسبورت؟ الباسيف ترانسبورت اللي شرحناه قبل شويه راح تنتقل المواد من خلال الغشاء نفسه من التركيز العالي للواطئ. زين، الفاسيليتد ديفيوجن همين من التركيز العالي للواطئ، بس شنو؟ مو من خلال الغشاء نفسه، لا،
من خلال قنوات بروتينية معينة بالغشاء راح يصير هذا الانتقال. يعني خلينا نقول شلون اكو باب صايرة بالغشاء راح تنتقل من خلال هالمواد مو من خلال الغشاء نفسه. يعني هسا احنا بهذا الباسيف ترانسبورت هو اكو غشاء، ها بالباسيف ترانسبورت اكو غشاء ثنائي الطبقة، راح تجي المادة تعبر هذا الغشاء ثنائي الطبقة. بس اذا سولفنا على هذا على الفاسيليتد، شنو على الفاسيليتد ديفيوجن، راح يكون اكو غشاء وهذا الغشاء بيفت قناة معينة تمر من خلالها مادة معينة. وضحت الفكرة؟ هسه خلينا نجي نسولف عنها وفق الكلام اللي موجود هنا يمنا. باوع هنا أنا شي يقول بالبداية، يقول the presence، الوجود of specific proteins، وجود بروتينات معينة بالبايلاير في ثنائي الطبقة كان increase البرمابلتي، يزيد البرمابلتي المن للبولر سبستانس، للمواد اللي هي بولر، المواد اللي هي مستقطبة. مو احنا قلنا المواد اللي هي مستقطبة قد تكون في بعض الأحيان، يعني مو في بعض الأحيان، دائما إلها شحنات، واللي إلها شحنة ما ينفذ من خلال الغشاء إلا القليل القليل، أقل نفاذية هو من خلال الغشاء. زين هو ما يمر من خلال الغشاء، يجوز الخلية محتاجة أيونات، مثلا محتاجة أيونات الصوديوم، محتاجة أيونات مثلا أي عنصر آخر تحتاج أيوناته. زين هو هذا ايون ما يمر من خلال الغشاء لانه عنده شحنه. زين لا شلون الخليه تعزل يعني ما يجيها هذا الايون؟ لا، راح يكون اكو شنو، راح يكون اكو بروتينات معينه، قنوات بروتينيه. مثلا فور اكزامبل البيرمابيليتي للكلور من خلال الفوسفوديل الفوسفوتيديل سيرين باي لاير هو كلش قليل، يعني كلش قليل، فيري لاو. زين بس بالإريثروسايت ممبرين هذا يزيد، يعني الإمكانية مال إنه الكلور يدخل للإريثروسايت راح تزيد. ليش؟ راح تزيد طبعا تقريبا 107 فولد، يعني 107 مرة أعتقد. زين the protein responsible، البروتين اللي هو مسؤول عن الترانسبورت عن النقل مالت من مال الكلور اللي هو الباند 3. الباند 3 شبي؟ الباند 3 موجود وين؟ موجود بالإريثروسايت ممبرين. هذا الباند 3 اللي هو البروتين اللي راح يخلي الكلور يمر ويدخل المن، يمر ويدخل الى الاريثروسايت، يمر ويدخل الى الاريثروسايت. زين يعني انه هسه اني عندي عندي اني بروتين اسمه شنو، عندي بروتين اسمه باند 3. زين عندي بروتين شنو اسمه، عندي بروتين اسمه باند 3. زين هذا الباند 3 شو يسوي؟ الباند 3 يخلي الكلور يدخل للإريثروسايت، هو يخلي الكلور عموما. زين يخلي الكلور يدخل. زين هسه الفوسفوتيديل سيرين هذا ما يمر من خلاله كلور. ليش؟ لان ما بي باند 3. زين الإريثروسايت يمر من خلاله كلور، ليش؟ لان عنده باند 3. وبعدين هنا يقول لك هذا الحكي انه هذا الشيء دخول الكلور مهم وضروري لمن، مهم وضروري لوظيفه الإريثروسايت. لا تعمقون بهذا الكلام اللي موجود هنا، لا تعمقون كلش. زين لان مو يعني امنا شويه حاكي على HCO3 واحنا مو موضوعنا. زين المودلز فور فاسيليتد ترانسبورت، الطرق اللي راح يصير بها فاسيليتد ترانسبورت هم ثلاثه، يا اما يكون فليب فلاب. شنو فليب فلاب؟ هي حركه بالغشاء راح يعني في جزيئه فوسفات معينه تتحرك مثلا من هسه اني 1 2 3 4 مثلا تحركت من الموقع الثاني راحت للموقع الثالث، هاي بالفليب فلاب. اما عندنا طريقه اخرى اللي هي البينج بونج، يمكن هذا رسمي مو كلش واضح بالبينج بونج، راح تظهر لكم على الصوره صوره راح تظهر لكم على الشاشه صوره المن للبينج بونج. زين راح تظهر لكم على الشاشه صوره المن للبينج بونج، راح تشوفون بيها شلون تتم الآلية مال نقل الجزيئات من خلال البينج بونج. الطريقة هذه انه بروتين يجي على الناقل المعين، الناقل يتمسك بالبروتين شلون ما عندنا هنا، وبعدين ورا ما تمسك به يحرره لداخل الخلية مثل ما عندنا هنا. زين عندنا طريقة اخرى اللي هي شنو، انه يكون اكو بروتين شانل، وهي هاي المعروفة مثل ما هسه اخذنا قبل شوية الباند 3 بالكلور، وهذا يخلي الجزيئات تدخل الى داخل الخلية. كلش كلش سهلة الفاسيليتد ترانسبورت. هذا هاي البروسس هي ساتشيربل بروسس ات ايتش كارير كان انترياكت وذ اونلي وان اور فيو ايون اور مولكيول. يعني انه هسه اني كل شنو، كل كارير، كل حامل، يعني كل بروتين حامل او ناقل يتفاعل ويا نوعيه معينه
من الايونات، يا اما نوعيه واحده او اكثر بشويه فيو يعني. زين at any moment في اي لحظه and finite number of transporters are present in the شنو in the membrane، يعني يقول لك عدد مقبول من الناقلات هو موجود وين موجود بالغشاء. زين لهذا ال concentration gradient increases يزيد at maximum rate، راح يزيد بال maximum rate of transport will be measured when all transporters when all the transporters are busy. يعني هسه احنا شنو عندنا ال concentration gradient فرق التركيز، تمام، راح يزيد ايش وقت؟ راح يزيد بال maximum rate مال الترانسبورت، يعني راح يزيد لما يكون اكو اعلى نسبه مال النقل، يعني كل ما زاد النقل فهنا الجراديانت يعني معناها اكو جراديانت هواي، يعني اكو تركيز هواي هنا خارج الخليه زايد، فمعناها جاي يزيد النقل لداخل الخليه وهكذا. زين فهنا يقول لك افضل طريقه انه نقيس بيها الترانسبورترز هم انه لما يكونون بزي، وهي ايضا افضل طريقه انه شنو انه نقيس بيها ال concentration gradient. زين يقول similar to enzymes، ونفس الشيء بالنسبه للانزيمات، لان هاي العمليات كلها مال الفاسيليتد فاسيليتد شنو فاسيليتد ديفيوجن قد تحتاج الى شنو قد تحتاج الى انزيمات. زين هنا the equilibrium point نقطة التوازن for the transported species is not altered by facilitated شنو transport، يعني نقطة التساوي هي ما إلها علاقة بالfacilitated transport. شنو نقطة التساوي؟ يعني إنه تساوي تركيز المواد خارج الخلية وداخل الخلية، هو ما له علاقة بتركيز المواد خارج وداخل الخلية، هو له علاقة بحاجة الخلية، يعني مثلا للأيونات، يعني مثلا الخلية تحتاج كذا أيونات هو راح يجيب هاي الأيونات. زين فإذا تساوت التراكيز ما لها علاقة الطريقة هاي مال الفاسيليتد ديفيوجن، يعني الفاسيليتد ديفيوجن بس افتهم الفاسيليتد ديفيوجن ما لها علاقة انه تساوت او ما تساوت تراكيز الايونات برا او جوا، شو عليه؟ زين اللي يهمه انه الخلية تاخذ كفايتها زين من المواد الموجودة، بينما الباسيف ديفيوجن اللي اخذناه اول شيء لا، ذاك وحد شغل تعيني الباسيف ديفيوجن يختلف. شلون يختلف الباسيف ديفيوجن؟ الباسيف ديفيوجن يختلف انه بالاكويبيليريوم بوينت لما يتساوى تركيز المواد خارج وداخل الخليه راح يتوقف الانتشار. ليش؟ لان الباسيف ترانسبورت او الباسيف ديفيوجن احنا مثلناه واحنا حكينا عنه بهاي الطريقه، قلنا مثلا اكو شنو اكو خزانين مال مي، زين وهذول الخزانين فتحنا بيناتهم الحاجز. زين اتخيل انه هسه كميه المي اللي هي موجوده هنا مساوية الكمية المي اللي موجودة هنا، هل راح يصير اكو انتقال؟ بطبيعة الحال ما راح يصير اكو اي انتقال. ليش ما راح يصير اكو اي انتقال؟ لان الباسف ديفيوجن يقول لك انه تساوت التراكيز بالطرفين، فما طول التراكيز هاي متساوية معناها هنا شنو؟ معناها انه ما راح يصير انتقال. هسه انت بس تخيلها ببالك، خزان مال مي بصف خزان مال مي ثاني، واثنينهم متساوين، يصير انتقال بالمي من هذا الخزان لهذا الخزان رغم انه احنا فاتحين المسافة اللي هي موجودة بيناتهم أو الحاجز اللي بيناتهم، ما راح يصير. زين إذا فاسيليتد ديفيوجن، الفاسيليتد ما له علاقة بالحكي اللي حكيته قبل شوي، ذاك على الباسف. الفاسيليتد يقول يابا أنا اللي يهمني أنه تركيز المواد خارج الخلية يكون عالي أو يكون مساوي لتركيز المواد داخل الخلية، وأكو بروتينات ناقلة هي اللي راح تسحب المواد من برا تجيبها لبطن الخلية، فما له علاقة إذا صار تساوي أو ما صار، لان هو يريد يلبي الحاجه الفعليه للخليه. فهمتوا شلون؟ زين اللي ما فهم خلي يراسلني وانا اوضح لي اياه. زين يقول لك هنا أنا شنو؟ يقول لك هنا أنا some bores بعض البورز بعض القناه البورز اوف جيتد، يعني هذني القنوات مال النقل، اكو انواع مال قنوات النقل هن، مو يعني بس انه مثل ما تتصورون هن بروتين وبس، لا اكو ليجاند جيتد ليجاند جيتد ايون شانلز، هاي اللي اخذناهن العام اللي إلهن علاقة بالأكشن بوتينشال بالعضلات والأعصاب. زين هذول الليجان جيتد هذول مثل البيبان، يعني هاي الباب ما تنفتح إلا يجي ليجند معين، فبس يعني إلا ليجند يجي يلا عود هذول الأبواب ينفتحون الليجان جيتد. زين هذول البوكس يعني القنوات اللي هي موجودة وين اللي هي موجودة بالغشاء، هسه هذا الغشاء زين وهاي مثل القناة المعينة اللي موجودة بيه.
فأني من أجي أسولف على هاي القنوات اللي هي موجودة بالغشاء، راح تكون أكو بيبان يعني بالغشاء، هاي البيبان إلها أنواع، مو بس نوع واحد مال بيبان، أكثر من نوع. فهاي الأنواع مال البيبان هي ثلاث أنواع إحنا عندنا مطينا إياها هنا. النوع الأول أبو الليجند، هذا أبو الليجند يريد يشوف لايجند، لايجند بالإنجليزي، إحنا نقول بالعربي ليجند زين. هنا أنا الفولتج جيتد، الفولتج جيتد أيون شانل، هذا شنو؟ هذا لازم يصير بوتنشال ديفرنس، فرق جهد أكروس ذا ممبرين، يلا ينفتح من اسمه فولتج، من اسمه أبو الفولتية. يعني هسه أنا هذا عندي مثلا غشاء الخلية أبو طبقتين، هاي الباب الأولى هي المن للليجند، يقول يابا أنا إلا أريد ليجند حتى أعبر ناس من خلالها. الباب الثانية للفولتية، للفولتج. شو تريد الباب مال الفولتية؟ تريد شنو؟ تريد بوتنشال ديفرنس، بوتنشال يعني جهد، ديفرنس فرق، فرق جهد، بوتنشال ديفرنس فرق جهد، ديفرنس يعني فرق، بوتنشال يعني جهد، بوتنشال ديفرنس صارت شنو كلها؟ فرق جهد. الباب الثالثة اللي هي موجودة بالغشاء هي الجاب جانكشن، راح تظهر لكم على الصورة. شنو معنى انه جاب جانكشن؟ الجاب جانكشن هي هاي صايرة بين خلية وخلية ثانية، يعني بين خلايا متقاربة تنتقل بينهم المواد زين. يعني هسه انا مثلا عندي هاي الخلية وهاي الخلية، صار بيناتهم شنو؟ صار بيناتهم هذا الجاب جانكشن، وصاروا يتبادلون المواد اللي بداخلهم زين. هاي المواد اللي بالاحمر صاروا يتبادلوها من خلال شنو؟ من خلال الجاب جانكشن زين. الجاب جانكشن هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن كونكسن، عبارة عن كونكسن. شنو معنى كونكسن؟ هو نفس اللي ظهر لكم بالصورة، ظهر لكم على شكل هيجي دوائر زين. يتكون الجاب جانكشن من الكونكسونات، يعني هسه هذا الكونكسن هو المكون مال الجاب جانكشن زين. هذا الكونكسن ابو الاي ان، شوفوا هنا طلاب، هنا أنا على الرسم شويه اوضح من شو اسمه، حذفت الحكي مال الملزمه، خليت هنا هاي الرسمه راح اسولف عنها. باعوا هسه انا عندي هاي الجاب جانكشن زين. الجاب جانكشن البيلدينج بلوك مالته هو شنو؟ هو الكونكسن، نهايتها اي ان. الكونكسن هذا ستة من عنده يجتمعون سوية يسوون كونكسون، ستة كونكسن يسوون شنو؟ يسوون كونكسون. هاي بالخلية الأولى، بالخلية الثانية راح يصير نفس الشيء، كونكسون من الخلية الأولى ويا كونكسون من الخلية الثانية راح يشكلون الجاب جانكشن، والجاب جانكشن هذه تنفتح وتنغلق وتخلي المواد تدخل وتطلع. بس شنو خاف يجيك بالامتحان يقول لك الجاب جانكشن من كم كونكسن تتكون؟ راح تقول له من 12 كونكسن. ليش؟ لان 6 بالاولى و6 بالثانيه زين. كم كونكسون؟ 2، يعني كونكسون من الاولى وكونكسون من الثانيه. هاي لا تنساها، هاي مهمه كلش. هنا أنا وصلنا إلى distinction أو distinction، يعني التمييز between passive and active transport، التمييز بين الباسف وبين الactive transport. يقول سواء كان، يعني هاي كلمة whether أو whether يعني معناها سواء زين. The transport of ion or molecule can acquire، من الممكن أنه يحدث spontaneously بشكل عشوائي زين، أو requires energy. شلون نميز إنه واحد راح يحدث بشكل عشوائي يعني ما يحتاج طاقة؟ هذا passive transport، مثل ما قلت لكم قبل شوية الباسف transport ما يحتاج طاقة، واللي يحتاج طاقة هو active transport. تمام زين. is determined by the free energy change of the transport species. يعني هذا إحنا نقرر إنه هذا active transport أو passive transport من خلال التغير بالفري انرجي مالتهم. اكو تغير بالانرجي راح نقول هذا اكتف ترانسبورت، لان من صار تغير بالانرجي فمعناها احتاجنا طاقه اوريدي زين. اما اذا لا، ما صار تغير بالانرجي، هي نفس الطاقه بالخليه ولا زاد الاي تي بي ولا شيء، فهي اقول يعني ماكو طاقه استهلكناها. وهنا ما طول ماكو طاقة 100% راح أتأكد من شيء، شنو هذا الشيء؟ إنه هذا هو passive transport زين. The free energy change، التغير بمن؟ التغير بالطاقة الحرة. is determined، يتم تحديده by the concentration، بواسطة التركيز concentration gradient، يعني
تدريج أو تغير التركيز. يعني شلون إنه من يتغير التركيز راح نحدد الفري إنرجي تشينج، يعني قد ما أكو تركيز صاير بيتغير معناه صاير هم يعني أكو تغير بالفري إنرجي. For the transported species and by the electrical potential across the membrane bilayer when the transported species is charged. تمام لو مو تمام؟ فهي الفكرة شنو؟ الفكرة إنه أنا عندي شلون أميز، أنا بس أريد الفكرة إنه شلون أميز بين الأكتيف والباسيف ترانسبورت. خاف يجيكم سؤال بالامتحان بهذا الشكل يقول لكم أنت شلون تميز بين الأكتيف والباسيف ترانسبورت، راح تقول اللي يحتاج طاقة هذا أكتيف ترانسبورت واللي ما يحتاج هذا باسيف ترانسبورت. تيجي راح تجاوبه وتضيف له على الجواب إنه هاي الطاقة الفرق اللي راح يصير بها شلون احدده من خلال شيء اسمه concentration gradient. من يكون اكو concentration gradient اذا راح شنو راح يكون اكو فرق بالطاقة. فهمت شلون الفكرة؟ بس هو هذا اللي انا اريده منه. اوكي هسا احنا هنا عندنا الفرق بين الاكتف والباسيف ترانسبورت من خلال المخطط. هنا بس نخلي على بالنا مخلي هو خارج الخلية تركيز عالي ومخلي داخل الخلية تركيز واطئ، بس ما كاتبها هو ما منبه عليها حتى بالرسم يمكن ما واضحة الفكرة كلش زين. بس خلي على بالك تركيز عالي خارج الخلية حاليا وتركيز واطئ داخل الخلية زين. أنا عندي مثلا جزيئة عبرت الليبيد باي لاير بشكل مباشر زين. هنا أنا بما أنه من التركيز العالي للتركيز الواطئ فراح اقول هو هذا باسيف ترانسبورت، لان هي هاي القاعده الاساسيه للباسيف ترانسبورت من العالي للواطئ. ما طول صار يعني عبور مباشر للليبيد باي لاير فهنا انا راح اقول هذا نوع سمبل ديفيوجن يعني انتشار بسيط، لانه احنا ما احتاجين كارير بروتين حتى ينقل هاي الجزيئه المن حتى ينقل هاي الجزيئه الى داخل الخليه. هاي الجزيئه نفترض على انه هي حاليا جزيئه سائله. ليش انا قلت سائله؟ هاي غايه في نفسي هسه اقول لكم ليش. ومن خلال بروتين شانل دخلت الى داخل الخليه فهذا هم يعتبرنا سمبل ديفيوجن. القضيه وين؟ القضيه انه احنا البروتين شانلز هي مو بس للسمبل ديفيوجن، يجوز هي للفاسيليتد ديفيوجن، يجوز هي المن، يجوز هي للفاسيليتد ديفيوجن. بس احنا وين اخذنا اكو بروتين شانل تختص بمن؟ تختص بالسمبل ديفيوجن. اخذناها بالمثال اللي هو حكينا بيه على الكليه، من قلنا الكليه تمتص السوائل في حاله العطش مو صحيح؟ فهنا البروتين شانل قد تختص بالسمبل ديفيوجن وقد تختص بالفاسيليتد ديفيوجن، مو شيء يعني ثابت هاي البروتين شانل تمام. بس هو هنا مثالنا مخليها للسمبل ديفيوجن فانت لا تخاف من عندها هاي القضيه زين. يعني هو راح يجي موضح لك اياها بالامتحان اذا اجت، راح يقول لك مثلا بالنسبه للكليه اذا جابت جزيئات او امتصت جزيئات سائله من المحيط الخارجي مالتها فهل هذا تعتبره سمبل او فاسيليتد ديفيوجن. انت تعرف الكليه القنوات مال البروتين مالتها هي تخص السمبل ديفيوجن فراح تقول له سمبل ديفيوجن مو تمام. بس اذا لا كلمه كارير هاي السي اي الاختصار سي اي كارير عود، انه كارير بروتين جاب هاي الجزيئه، هذا الكارير بروتين جاب هاي الجزيئه ونقلها الى داخل الخليه، هنا انا راح يكون انا عندي شنو؟ راح يكون انا عندي فاسيليتد ديفيوجن. طبعا هسه انا بالنسبه للباسيف ترانسبورت عرفت بالاخير يعني انه هو مقسوم، لازم هاي ما تنساها انت، وصار ساعه اعيد بها كل ساعه كل شويه اعيد بها، مقسوم الى سمبل ديفيوجن فاسيليتد. هاي يكون انت المفروض فاهمها يعني ديفيوجن. وهذول اثنينهم دائما الطلاب تخربط، وهذول اثنينهم ما يحتاجون طاقه، اثنينهم مو واحد من عندهم لا اثنينهم زين. من هو اللي يحتاج طاقه؟ الاكتيف ترانسبورت هو اللي يحتاج طاقه. ليش؟ لان راح يصير نقل من الواطئ للعالي، من مناطق التركيز الواطئ الى مناطق التركيز العالي، فحتما هذا الشيء راح يحتاج الى انرجي. راح يتم هذا الشيء من خلال شنو؟ من خلال
كارير بروتين، تمام؟ من خلال كارير بروتين راح تطلع الجزيئه من التركيز الواطئ الى التركيز العالي، تمام لو مو تمام؟ فهاي همينه يعني كلش مهم انه واحد يعرفها. زين هسه هذا الحكي اللي كله هنا شو اريد اتعلم من عنده؟ اريد اتعلم من عنده انه انا عندي طريقتين لانتقال المواد من خلال غشاء الخليه. مو تنسى هاي اخر مره راح اعيدها المعلومه هاي، حكيتها بالبدايه وحكيتها بالرسم وهسه راح احكيها ثالث مره، فلا تنساها. طريقتين لانتقال المواد من خلال غشاء الخليه، خل اجي افصلها هنا على شكل مخطط. ترانسبورت ثرو ممبرين، النقل من خلال الغشاء. هذا المخطط الذهبي للمادة كلها اللي هسه درسناها لحد الآن. أقصد أول فكرة إنه إحنا عندنا إنه هو مقسوم إلى قسمين، مقسوم إلى قسمين، القسم الأول باسف والقسم الثاني أكتيف. باسف ترانسبورت وأكتيف ترانسبورت. الباسف ترانسبورت مقسوم إلى قسمين همينة، مقسوم إلى سيمبل وفاسيليتد. طبعا سيمبل ديفيوجن وفاسيليتد ديفيوجن هذول اثنينهم ما يحتاجون طاقة، أو لا مو هيك، خلينا نرتبها بطريقة ثانية، إنه هذا الباسف ديفيوجن كله ما يحتاج طاقة، ما يحتاج طاقة، بينما الأكتيف هذا يحتاج طاقة. الأكتيف ترانسبورت يحتاج طاقة، هذول ما يحتاجون طاقة. يعني من أقول الباسيف ديفيوجن ما يحتاج طاقة، يعني النوعين السمبل والفاسيليتد ما يحتاجون طاقة. السمبل هذا ممكن يكون من خلال الليبيد باي لاير بشكل مباشر، تمام، الليبيد باي لاير، أو من خلال شانل. هنا الفاسيليتد ممكن يكون من خلال كارير بروتين او يكون من خلال channel. زين الفاسيليتد ديفيوجن قبل شوي اخذنا عليه يعني في قضيه كلش مهمه اللي هم الجيتد، يعني من حكينا انه قلنا لها الابواب هاي اللي هم كانوا channels يعني بالنسبه له. فالفاسيليتد ديفيوجن لا تنسى كان بي الليجان جيتد مثلا، كان بي مجموعه من الابواب المهمه كلش اللي هم الفولتج جيتد، الليجان جيتد والفولتج جيتد والجاب جانكشن، لا تنساهم هذول للفاسيليتد ديفيوجن. فهذا لا تنسى نهائيا الموضوع بتفرعاته. يمكن هو اصعب شيء بالتفرعات، يعني انه انا من سولفت بالبدايه وقسمت الى قسمين، كون انت من تحكي على الباسف بنوعيه تتذكر انه ما يحتاجون طاقه. يعني انا وين ما احكي على الباسف اقول ما يحتاج طاقه. زين ليش ما يحتاج طاقه؟ لان راح تقول لي من التركيز العالي للواطئ. زين ليش الاكتف يحتاج طاقه؟ راح يتم من التركيز الواطئ للتركيز العالي. زين الباسف ديفيوجن الى شنو مقسم؟ مقسم الى سمبل ديفيوجن والى فاسيليتد ديفيوجن. زين السمبل ديفيوجن اللي سولفنا عنه هذا ممكن يكون من خلال الليبت باي لاير او من خلال شانل. زين الفاسيليتد ديفيوجن ممكن شانل، ممكن بروتين كارير عادي. زين بعد شغلة مهمة كلش، انه بالفاسيليتد ديفيوجن لازم اني اتذكر انه اني عندي ثلاث ابواب تمر من خلالهن المواد من خلال الغشاء. الباب الاول هو للليجندات، الليجند يعبر ويدخل. الباب الثاني هو للفولتيات، لازم اكو بيه فرق جهد. والباب الثالث هو بين خليتين يعني صايرين مثل الجيران اللي هم الجاب جانكشن، صاير حكينا عنه اخر شيء الجاب جانكشن اذا تذكروا، ابو ست كونكسونات ويسوون لنا كونكسن. زين مو تنسى. زين اما بالنسبه للاكتف، الاكتف ترانسبورت هسه همينه راح نبلش بيه ان شاء الله. عندنا هسه بالاكتف ترانسبورت راح يتم نقل المواد من التراكيز او من مناطق التركيز الواطئ المناطق التركيز العالي، يعني بالعكس، تمام؟ يعني احنا متعودين من العالي للواطئ، هسه بالعكس من الواطئ للعالي.
هنا راح يكون اكو مشكله انه انا شلون اقدر ادفع هاي المواد من منطقه هي اصلا تركيزها قليل اوديها لمنطقه تركيزها عالي. فراح يكون اني امامي كيميكال او الكتريكال جراديانت، يعني خلينا نقول فرق بالطاقه الكيميائيه او فرق بالطاقه الكهربائيه. زين انا شلون اقدر اسوي له اوفركم، شلون اقدر اقاومه؟ يعني هسه انا اصلا عندي فرق بالطاقة الكيميائية الطاقة الكهربائية، حتى أقدر أتغلب على هذا الفرق ما أحتاج طاقة. يعني هذا الأكتيف ترانسبورت أنا كل ما أسمع أكتيف ترانسبورت منه وهيجي لازم أفكر وأخلي على بالي إنه الأكتيف ترانسبورت يعني لازم لازم لابد من هذا الشيء إنه هو يحتاج طاقة، تمام؟ حتى إنه يصير movement of the ion or molecule must be coupled to thermodynamically favorable reaction، يعني حتى أني أقدر أحرك الأيون أو أحرك المولكيول لازم أخليه يخضع إلى تفاعل، شنو؟ تفاعل ثيرمو حراري دايناميكلي حركي، تفاعل حراري حركي أو نقول ثيرمودايناميك إحنا المتعودين عليه. المهم هاي المادة اللي حتى أريد أنه تصعد من وسط واطئ تروح الوسط عالي راح يكون أنا أمامي طاقة كيميائية أو طاقة كهربائية، هاي لازم أكسرها، تمام؟ حتى أنا أكسر هاي الطاقة أو أكسر هذا الحاجز بالأصح، إذا قلنا التعبير الأصح زين، حاجز قدامي، يعني أنه هالفرق هذا أنه من الواطئ للعالي. شوف أنا هسه راح أنقل مواد من تركيز واطئ إلى تركيز عالي، زين، من مناطق اللاو كونستريشن للهاي كونستريشن. شلون هاي؟ عكس القاعدة، يعني عكس قاعدة الانتشار اللي أخذناها قبل شوية. هنا راح يكون قدامي مثل الشنو؟ مثل الحاجز. الحاجز هذا راح يمنع الانتقال. هذا الحاجز قد يكون كهربائي يعني إلكتريكال أو كيميكال، يعني هذا الحاجز اللي لازم أنه الجزيئات اللي هي بالوسط الواطئ تصعد من خلالها للعالي هو راح يكون عبارة عن فرق كهرباء أو فرق طاقة مثلا كيميائية. فحتى أقدر أخليها هاي المواد تعبر هذا الحاجز الإلكتريكال أو الكيميكال لازم إيش أسوي؟ لازم أنطيها طاقة. إذا راح أنطي طاقة لهاي المواد أعطيها طاقة حتى تقدر تندفع من الواطئ للعالي، هاي الطاقة تجي ثيرمودايناميكلي يعني شنو؟ حراريا خلينا نقول، او حراريه حركيه يسموها، تفاعل حراري حركي، لان هنا رياكشن اكو كلمه رياكشن لازم ندير بالنا عليها وراعيها، فطاقه لازم نحصلها بهذا الشكل. زين الفري انرجي الطاقه الحره تو درايف اكتيف ترانسبورت اللي حتى نتحكم من خلالها بالنقل الفعال الاكتيف، زين can some either directly or indirectly from hydrolysis of ATP، يعني اني حتى احصل طاقه استخدمها وين؟ استخدمها بالاكتيف ترانسبورت، ممكن انه بشكل مباشر استهلك اي تي بي او بشكل غير مباشر مرات، يعني مو شرط هو الاي تي بي الا انا جبته واستهلكته، لا يجوز انا استهلكت اي تي بي هنا بشكل مباشر او استهلكت اي تي بي بشكل غير مباشر. مثل شنو يعني هسه احنا من نقول بشكل غير مباشر؟ مثلا اكو الكترون ترانسبورت، هاي هنا راح يعني اي تي بي وهالامور هاي بشكل غير مباشر، يعني انه اني احلل الاي تي بي او الالكترون ترانسبورت او اللايت الضوء، زين يعني هم من طريقه انه احصل بها طاقه، زين يعني يا اما مباشره احلل الاي تي بي او اروح لوسائل اخرى، اروح للالكترون ترانسبورت مثلا او اروح لللايت. زين هنا بعض الخلايا راح تستهلك شنو؟ راح تستهلك 30 الى 50% من الاي تي بي مالتها بالنقل النشط بالاكتيف ترانسبورت، يعني تقريبا نص الطاقه نص الاي تي بي اللي عندها راح تستهلكها. فهمت شلون الفكره؟ فهسه هي الفكره، انا راح انقل من الواطئ للعالي، زين من انقل من الواطئ للعالي من اللاو كونستريشن للهاي كونستريشن، طبعا هو لازم يكون لها تعريف هنا انا كتبه it is the process، مثل ما عرفنا قبل شويه الباسف it is the process of transmitting molecules or ions الجزيئات والأيونات from
allow concentration to high concentration. زين هنا أنا نجي رح يجي ينطينا مثال انه هاي عملية الاكتف ترانسبورت ككل، اريد عليها امثلة حتى نفهم الفكرة شلون يصير اكتف ترانسبورت. مثلا هسه احنا عندنا الـ NA والـ K. الـ NA هو الصوديوم، الـ K هو البوتاسيوم، ATPase هذا انزيم، وهذا الانزيم يسموه عبارة عن NA بامب، يعني مضخة صوديوم. مضخة صوديوم شنو مضخة صوديوم؟ انا هسه اي مضخة عندي، زين مثلا مضخة مياه تضخ المي، يعني خلينا نقول تخرج الماء، زين فمضخة الصوديوم راح تطلع صوديوم، تطرح صوديوم، فهاي راح تسوي بامب لثلاث جزيئات او ثلاث ايونات بالاصح من الصوديوم اوتورد. اوتورد يعني للخارج، بينما هاي مضخة الصوديوم راح تدخل اثنين بوتاسيوم انورد. وضحت الفكرة؟ اذا هاي ما تنساها، مهمة، كل شيء شغلات يموتون عليها بالامسكيوات او بالترو فولس، يعني هاي بالمدات هيك يحبون يجيبون انه مضخة الصوديوم شو تسوي. يابا مضخة الصوديوم تطرح تطرد تطلع خارج اوتورد ثلاثة صوديومات، بالمقابل اثنين بوتاسيوم راح يجون يدخلون المن، يجون يدخلون للخلية. زين هنا أنا هاي العملية كلها يعني هل هي تتطلب ATP؟ نعم تتطلب وجود الATP. أصلاً يعني مو بس وجود الATP، انحلال الATP هيدروليز، يعني راح الATP مولكيول يحتاجوها هنا. لكن إذا البامب هذا الضخ runs in reverse، شنو؟ in reverse باتجاه معاكس. هنا أنا بالعادة يعني بس ركز وياي، إذا هسه أنا هاي المضخة كانت تطرح صوديوم، يعني تطلع صوديوم برا وتدخل بوتاسيوم جوا، تدخل بوتاسيوم جوا. خلينا نفرض هسه أنا عندي هذا غشاء الخلية، خلنا ناخذ غير لون، احنا راح نخلي صور توضيحية، مو ما نخلي هاي داخل الخلية وهذا خارج الخلية. الطبيعي شنو؟ الطبيعي انه هاي الخلية تطرح الصوديوم برا وتدخل البوتاسيوم جوا. هاي العملية راح تستهلك ATP، تستهلك، بس إذا عكسناها. شلون يعني عكسناها؟ يعني اللي راح يصير إنه هاي الخلية، هاي داخل الخلية وهاي خارج الخلية. اللي راح يصير بالعكس إذا عكسنا العملية وعكسنا شغل المضخة، يعني صار الـ NA يدخل جوا وصار الـ K يطلع برا، عكس قبل شوية. هنا هاي ما راح تستهلك ATP، لا، إنما راح تولد ATP. ليش؟ لأن الـ NA دخل جوا، تمام؟ هنا الATP يتولد. زين أنا شلون أتذكرها من نال الامتحان؟ حلو باوع، خلي على بالك، إذا الصوديوم دخل للخلية راح ينطيني ATP، هيك بس احفظ هذا الجانب، ذاك راح يعني تحفظ وحدك إنه الصوديوم طلع من الخلية راح يستهلك ATP، تمام؟ من آني أقول يولد ATP يعني شنو؟ generate، أو أقول مولد للـ ATP، ATP generator. أهم شيء هالكلمة هاي، generate يعني يولد، ما طول صوديوم دخل داخل الخلية، يعني reverse working لي الـ NA bomb أو المضخة الـ NA، هنا رح نقول أنه تولد ATP. بينما إذا لا، إذا نقول تستهلك ATP رح نقول expense، تستهلك، تمام؟ زين بس أنبه بعد على نقطة أخيرة في خصوص هذه المضخة نفسها، أرجع على الاستهلاك. هنا الاستهلاك راح يكون الاستهلاك مال الـ ATP لما يطلع 3 NA ويدخل 2 K. كم ATP هنا راح نستهلك؟ راح نستهلك ATP 1، لكن لو بدل بالامتحان ايش سواها؟ سواها 6 NA و 4 K، كم ATP راح استهلك؟ راح استهلك 2. فهاي همين مهم انه الطالب يعرفها، يعني انه اني اذا شغلي على مثل اللي موجود بالملزمة، يعني 3 NA يخرج يغادر يودع يطلع الـ NA و 2 K يدخل للخلية، هنا بهاي الحالة ATP وحدة. بس اذا لا ضاعفنا العدد راح وياها يزيد الـ ATP، يضاعف الـ ATP. وضحت الفكرة؟ زين هنا أنا شو نقول؟ نقول بالميتوكوندريا، إن ميتوكوندريا الجراديانت أوف H، يعني التدريج مال الـ H أو الفرق بالـ H أيونز، يعني فرق الـ H أيونز إن employed to drive ATP synthesis via an ATP dependent proton transporter. هاي معلومة تخص الميتوكوندريا.
انه الميتوكوندريا الفرق في تركيز الايونات مال الهيدروجين راح ياثر على من؟ راح ياثر على الاي تي بي سينثيسز. لكن هذا الكلام مو اهم من ذاك، هذا اشوفه يعني اهم شيء، هذا ماكو كلش مهم اللي بالبدايه اللي يعني حكيته، خصوصا هاي مضخه الصوديوم اعتقد يركزون عليها. المهم هنا ايش يقول؟ يقول sometimes احيانا the transport of one substance، نقل بعض المواد، is linked يعني هو مرتبط to the concentration gradient، يعني نقل بعض المواد مرتبط بفرق التركيز. هسه هاي الكلمة هواي مرت علينا، gradient معناها تدريج معناها فرق، لكن هسه حسب موضوعنا هي فرق. زين for another via co-transporter، يعني هسه أنا شوف أكو مواد هاي تدخل بسهولة أو تطلع بسهولة، سواء هسه إحنا نقول أكو أي تي بي أو ماكو أي تي بي هذا مو موضوعنا، بس خلينا نسولف إحنا على الأكتيف ترانسبورت اللي هو يحتاج أصلاً طاقة. يقول أكو مواد مو بكيفها تدخل وتطلع إلا مواد ثانية همين موجودة. زين يعني شلون مثلا هسه الصوديوم والبوتاسيوم، يدخل صوديوم يطلع بوتاسيوم والعكس. زين شنو نسميهم يعني الصوديوم والبوتاسيوم، شنو نسميها هاي العمليه النقل؟ نسميه كوترانسبورتر. ليش؟ لان اكو مشاركه بالموضوع. هسه هاي البادي اكو يعني مشاركه، يعني اثنين يتشاركون، شلون الصوديوم والبوتاسيوم يصير لهم نقل بنفس الوقت، يعني من يصير انتقال لهذا 100% حتما يصير انتقال بذاك. زين هاي شو اسمها العملية كلها؟ يسموها secondary active transport. ليش secondary؟ لأن احتاجت اثنين، فهمت الفكرة؟ فهي عملية نقل نشط لكن ثانوية، لأن اثنين جزيئات احتاجيناهم، مو مثل العادية. العادية شنو؟ أنه ننقل من الواطئ للعالي باحتياج طاقة، ننقل مادة واحدة من الواطئ للعالي، مادة واحدة يعني هسه بس خليني أكتبك هنا حتى لا تدوخ. أنا عندي primary active transport، عندي primary active transport. زين primary active transport ركز وياي، هذا من اللاو للهاي، وهذا يريد one molecule. زين وهو يحتاج ATP، needs ATP، بينما أنا عندي شنو؟ عندي secondary active بس أعتذر على الخط طبعا secondary active transport، هذا همين يكون من low concentration لل high concentration. هذا لا مو one molecule، two molecules، وهو همين يحتاج إلى شنو؟ needs ATP، يحتاج إلى ATP أو بشكل عام energy، بس هسه أنا كتبتها ATP. أوكي أجي أعيد هنا باور، أنا عندي primary active transport و secondary active transport. هاي خاف تجيكم مقارنة، ثلاث نقاط. النقطة الأولى هم اثنين هم من low لل high concentration، تمام. المقارنة، شوف المقارنة من يقول لك compare تكتب شنو؟ تكتب يعني التشابهات والاختلافات، بس إذا يقول لك what is the difference، ما هو الفارق، تكتب بس الاختلافات. زين هسا أنا قلت بالبداية أنه اثنين هم من low concentration لل high concentration، واثنين هم يتطلبون طاقة يتطلبون ATP، بس شنو؟ أنه primary active transport بس one molecule يحتاج، بينما السكندري اكتيف ترانسبورت يحتاج 2 مولكيولز، تمام لو مو تمام. زين هم نفس مصادر الطاقه راح يعتمد عليهن اللي هم تحلل الاي تي بي وغيرها، السكندري والبرايمري. نجي هسه هنا شو يقول؟ الممبرين ترانسبورترز، الناقلات مال الغشاء، ماي بي دريفن باي جراديانت اوف اي تي بي، قد ياثر عليهم تركيز الاي تي بي او فرق الطاقه بالاي تي بي، او الفوسفوفينول بايروفيت همينا مرات يأثر، البروتونز and sodium ions، light and light potential electrons، هذا كلام مجرد كلام هسه راح تفتهمه أكثر. often a sodium gradient across membrane is employed، يعني عادة أنه الصوديوم هو أكثر واحد يأثر التركيز مالته
على العملية كلها، مثل ما أخذنا مضخة الصوديوم قبل شوية. هذا الموضوع اللي هو موجود بالورك بوك مباشرة وراء هذا الشرح، أنا ما أفضل هسه ناخذه، اللي أشوفه ناخذ للترانسبورتر ترمينولوجي ونرجع لهذا الموضوع حتى تفهمون أكثر. ومو بس نفس الترانسبورتر ترمينولوجي، يعني المصطلحات مال الترانسبورتر، لا، إنه هذا الرسم أريد أقدمه، هاي فكرتي أنا. هسه باوع إحنا أني عندي جزيئة وحدة اللي هي رمزت لها بالرمز A، دخلت مباشرة من خلال قناة معينة، من خلال شانل معين عبر غشاء الخلية، وهذا النقل سميته يوني بورت. هاي البادئة يوني، يعني فتشي واحد، وهاي بورت تخص النقل من ترانس بورت، ماكو؟ فأنا قلت إنه هاي الجزيئة وحدها بس A دخلت مباشرة للخلية، لكن لا والله، إذا جزيئتين يعني دخلوا سوية، باوع حس أنا عندي هاي الA زين، وعندي الجزيئة الثانية اللي هي الB، هذول الجزيئتين حتى يدخلون الخلية إلا اثنينهم سوية يدخلون، هذا يدخل للخلية وهذا يدخل للخلية، اثنينهم شوف اتجاه السهم اثنينهم داخل الخلية. من أنا قلت اثنينهم دخلوا للخلية، يعني الA يدخل والB يدخل، انه اثنينهم راح يدخلون بهاي الحاله، ما يصير اي يدخل بدون ما بي يدخل، هذا سيمبورت. هسه يعني انه اثنينهم لازم ياخذون نفس الاتجاه، لكن اذا متعاكسين بالاتجاه، يعني مثل الصوديوم والبوتاسيوم، واحد يدخل واحد يطلع، هذا اسمه انتي بورت. يعني هنا مثلا الاي لازم يدخل داخل الخليه والبي لازم يطلع خارج الخليه، يلا عود شنو، يلا عود تتم عمليه النقل. هسه اني هاي الفكره كلها عندي، انه عندي هذا طبعا برايمري ترانسبورت، بس هنا برايمري ابو الجزيئه الوحده برايمري، وهذول الاثنين هم شنو، هم سكندري او كو ترانسبورت. سكندري هنا سكندري اكتيف ترانسبورت او كو ترانسبورت. شفت شلون جزيئه وحده راح اقول يوني بورت زين، جزيئتين اثنينهم يدخلون سيمبورت، لا والله جزيئة تدخل جزيئة تطلع انتي بورت، لأن متعاكسين، فالبادئة انتي لازم تكون موجودة تدل على التعاكس أو التضاد. نجي هسه للمصطلحات ذني، يقول لك إذا اليوني بورت جينا سولفنا عنه، فش راح يكون تعريف اليوني بورت؟ راح يكون وين وان سوليوت موليكيول، جزيئة واحدة ذائبة إذا ترانسبورت تنتقل from one side، تنتقل من اتجاه واحد of the membrane to other، يعني جزيئة واحدة ذائبة تنتقل من اتجاه إلى آخر. شلون هسه هاي عندي أنا هنا يونيبورت، جزيئة واحدة one molecule from one side من اتجاه هذا الاتجاه to other لهذا الاتجاه، زين هذا راح نسميه يونيبورت. زين إذا هسه أنا عندي يقول other transporters refer to con transport when the transfer solute depends on stimulus sectional transfer of second solute in the same direction. هذا سيمبورت، باور ركز وياي. السيمبورت يقول لك شنو، يقول لك one solute يعني molecule، جزيئة ذائبة واحدة تعتمد على شنو، depends on stimulus، تعتمد على التحفيز مال جزيئة أخرى، واثنينهم يكونون بالسيم دايركشن، سيم دايركشن سيم بورت. زين هسه هاي بورت من النقل، هاي سيم ذكر من سيم هيك، يعني اثنينهم رايحين بنفس الاتجاه. شوف شو يقول لك هنا، نرجع لرسم، وان مولكيول اخذت الاستيمولاينس من انذر مولكيول، وهذول اثنينهم رايحين وين، رايحين بالسيم دايركشن بنفس الاتجاه. زين اذا لا والله ان اوبزيت دايركشن، يعني وان مولكيول اخذت الاستيمولاينس، اخذت التحفيز من other molecule، بس شنو نفس التعريف راح تكتبه، بس تكتب in opposite direction، راح تكتب شنو، راح تكتب antibord. زين فهسه آني جيت نفس الحكي اللي شرحته قبل شوية راح أعيده، بس شوية مثل التعاريف أرجع لهم، إنه هنا آني عندي unibord، unibord one molecule راح تروح between two directions، بين اتجاهين. زين السيمبورت لا، one molecule راح ياخذ الستيمولاينس من another molecule واثنينهم بنفس الدايركشن بالسيمبورت، بس بالانتيبورت one molecule راح ياخذ الستيمولاينس من other molecule بس هذول
بأوبزيت دايركشن، هاي وين؟ بالأنتي بورد. وضحت الفكرة كلها؟ زين، هسه نجي نسولف على هذا الحكي مع الكود ترانسبورت سيستم. راح هسه احنا من نشرح هذا الشرح اريدك انت تقول لي انه هذا سيم بورد لو انتي بورد لو يوني بورد. هسه انا عندي صوديوم وجلوكوز كو ترانسبورت سيستم، يصير هذا بالسمول انتستين والكدني. زين ايش راح يصير؟ راح يصير دخول بالصوديوم، تمام، وهذا الشيء راح يوفر طاقه انه يدخل الجلوكوز. ايش راح تسميه انت هذا؟ راح تسميه سيم بورد. ليش؟ لان دخول الصوديوم انت حافز دخول الصوديوم للسمول انتستين للامعاء الصغيرونه وللكدني الكليه، انت حافز المن انت حافز يدخل جلوكوز، فهذا سيمبورت لانه اثنين هم واحد حفز الثاني، مثل ما تقول انه دخول الصوديوم حفز الجلوكوز. زين هنا نركز وياي، الصوديوم والكالسيوم اكسشينج، سمعنا اكسشينج يعني راح يصير اكو تبادل بالموضوع، يعني راح يصير اكو انورد للصوديوم، تمام لو مو تمام، مقابل شنو؟ مقابل اوتورد للكالسيوم، يعني دخول للصوديوم وخروج للكالسيوم. من سمعت انت انورد واوتورد 100% راح تقول هذا شنو؟ انتي بورد. ليش من سمعت انورد واوتورد؟ لانه هو فعليا صاير دخول وخروج، يعني صاير تعاكس بالموضوع، وحده عكس الثانيه، تمام. هاي مهمات طبعا كلش، انه بالامتحان يا بشلون يجن يقول الطالب هاي يجن ام سي كيو، يعني يقول لك انه كذا كذا صار بالمواد، وانا راح انزل اسئله ان شاء الله وانت راح تشوفه بنفسك، راح تشوف يابا شلون انه الام سي كيوات تجي عليها، ينطيك كذا ماده دخلت كذا ماده خرجت، وانت بنفسك تجي تحدد انه هاي سيم بورد انتي بورد شنو وضعها. زين اذا هسه انا عندي صوديوم وعندي هيدروجين وصار بيناتهم اكسشينج، همين سمعت اكسشينج تبادل، يعني هنا أنا راح يكون اكو انورد للصوديوم، بالمقابل ايش راح يكون؟ راح يكون اكو ريموفينج للهيدروجين، يعني ازاله، ريموفينج نفس اوتورد يعني تطلع معناها تخرج، ريموفينج مرادفه للاوتورد بالمعنى هنا بهذا الموضوع. همين انتي بورد، ليش انتي بورد؟ لانه وحده صايره عكس الثانيه، هم مو اثنينهم صايرين نفس الشيء، لا مو اثنينهم نفس الاتجاه، لان جاي يدخل الصوديوم ويصير ريموفينج للهيدروجين. فهمت شلون؟ هاي فكره الموضوع. هيك يجي ام سي كيو كلش مهم بالام سي كيو او تعاريف الاكتيف ترانسبورت. الموضوع كله خلصناه هسه، همين راح تنزل لكم صور ملخصات وهالحبشكلات هاي اللي تفيدكم بالماده. خلصنا المحاضره الاولى وان شاء الله هتكون واضحه بالنسبه لكم. اي طالب عنده سؤال او استفسار يخص المحاضره الاولى يدز لي، وان شاء الله راح ننزل اسئله على هاي المحاضره على قناة التليجرام الخاصة بينا، وهمينا على جروب التليجرام اللي عنده سؤال أو شيء خليه يسأل على جروب التليجرام أو على الخاص، كل الروابط راح نخلي لكم إياها بالوصف. وشكراً.